لو نظرنا إلى أي تحدي عن بعد لوجدنا أن حله سهل، إلا أن عدم حل النزاعات الصغيرة يجعلها تتفاقم وتتحول إلى مشكلات كبيرة. فكرتي هي عبارة عن أسلوب جديد من حيث تقديم الاستشارات الأسرية الذكية عن طريق التطبيق الذكي دون الحضور للمحاكم. هذه الفكرة العصرية تتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على مجتمع مترابط أسريا. الابتكار هو استخدام التكنولوجيا لتعزيز العدالة والحفاظ على تماسك الأسرة. صوتوا الآن لاختيار الابتكار الأفضل، سيتم إعلان الفائزين خلال أسبوع الإمارات للابتكار.